احكي لي على دورها في المسلسل يا روتانا. تخوف ها؟ يا تخوف أو تخوف. مقتنعة بأنه الأم ممكن تغير على ابنها أو بنتها للدرجة دي؟ والله بصي، هو حصلت معي بس يعني ما خطفوش. هي قعدته وعايزة تطلع فيه أي غلطة أي غلطة. مناخيرك صغيرة. لا 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 لا، بس أنت قصير. انت كان جد بتهزري؟ لا بس انت مكرر سن. والله ما بهركش عشان مش لاقي فيه اي غلط فلازم تعمل اي حاجه. مش طفشته خلاص؟ لا لا لا، مش قصدي ان هي ممكن يبقى ده تقول له كده. ده ست يعني بتهينه. والله العظيم مش بهرك. وانت طبعا في نص هدومك. طبعا ساكته مش قادر. مش عايزاكي تمشي وتسيبيها. احنا ما عندناش الكلام ده. والله لا والله احنا مش بتاع الكلام ده خالص. طيب وازاي يا روتانا وغاده كانت في اوائل الاربعينات او يمكن اصغر تبقى جده، ازاي تعملي العمله دي؟ يعني انت كنت اصغر جده في الوسط الفني. دي احلى حاجه، احلى حاجه. الحمد لله. انا كان نفسي روتانا تخلف بدري عشان تفرح بولادها، تعيش معاهم وهي بصحتها، تنبسط معاهم. ده حلو من ناحيه، بس في شغلتك والنجوميه والادوار اللي بتاخديها، يعني في النهايه بقيتي تيتا وانت صغيره قوي. مش مهم، ما يفرقش معايا الكلام دوت. طب انا هما الثلاثه بيقعدوا بقى يعملوا تيك توك ويرقصوا في البيت ويتنططوا وكل حاجه. انتوا عايشين مع بعض دلوقتي ولا لا؟ كل حد احنا طول عمرنا عايشين مع بعض. يعني كنتوا بتتخانقوا انتوا مع بعض وبتتصالحوا انتوا مع بعض؟ حتى لما روتانا اول ما اتجوزت بابا الولاد وقعدتهم جنبي. يعني انا انزل امشي في الشارع اروح لهم. وبعدين نقلت فوقيهم. وبعدين خدتهم. وبعدين خلاص. عشان كده متعاطفه مع دكتورة علياء. فهماكي. ايه اكتر ادوار بتحبيها لغاده عبد الرازق يا روتانا؟ اولا يعني ايه روتانا؟ روتانا كان ايه؟ مامي نوع من انواع التمر. انت نسيتي اسمي. من انواع التمر في السعوديه. بتاخد اصفر. انا تمر. تمر في السعوديه نصه اصفر ونصه بني ومسكر. هيك بتتوحم عليه. اجود انواع التمر تمر اسمه روتانا. قلت نسمي بنتنا. عجبني قوي اسمه. فقعدت اقول له بص يا عادل، ان شاء الله باذن الله لو جت بنت انا هسميها روتانا. قال لي ايه يا غدا، ده بلح ده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.